السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد، أهلا وسهلا. حلقة جديدة وأسبوع جديد، برنامج آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024 من الميلاد، الموافق هجريا كمان، الموافق ليوم 30 من شهر ربيع الآخر لعام 1446 من الهجرة النبوية المحمدية المشرفة لسيدنا محمد خير الأنام وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، وصلوات وسلامات الله على كل أنبياء الله المرسلين. وأما بعد، مين اللي فتح الحنفية فجأة؟ يبدو أنه الجو قرر أنه يعلننا ويعلمنا ويحذرنا وينبهنا أنه الهزار خلص والتقيل والجاي جد. النهاردة أمواج من الأمطار، سيول من الأمطار في المحافظات المختلفة وفي القاهرة كمان. أنا مش عارف الحقيقة في الجزء الشرقي من القاهرة عامل إزاي، بس في الجزء الغربي عندنا اللي هو محافظة الجيزة والشيخ زايد وستة أكتوبر وبلدية الإنتاج الإعلامي، سيول سيول. حنفية اتفتحت مرة واحدة حوالي الساعة 5:30 كده 6، قعدت لمدة ساعة، رخت رخة محترمة مؤذنة ومعلنة دخول فصل الشتاء والبرد والمطر والحاجات الحلوة اللي احنا بنشتاق لها من الموسم للموسم. هو السؤال المهم، هي النهاردة دي هيدي منخشة ولا خلاص الجو هيبقى متقلب ومحتمل فيه سقوط الامطار وانخفاض درجات الحرارة؟ هنعرف من صديقنا العزيز دكتور محمود شاهين. مساء الخيرات يا دكتور. مساء الفل يا استاذ تامر، اهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وكل السادة المشاهدين بألف خير. موسم شتاء وان شاء الله يكون خير على مصر كلها باذن الله. اللهم امين. هي كل اللي يجيبه ربنا خير يا دكتور، انت عارف مبدئي دايما كله حلو، الحر حلو والبرد حلو والمطر حلو، كله حلو الحمد لله على كل خير. النهارده اللي حصل ده معناه ايه يا دكتور؟ والله دي تعتبر اولى حالات عدم الاستقرار في فصل الخريف. الخريف بدا معانا بقاله شهر تقريبا، بنقول ما كشرش عن انيابه، او صح. زي ما بنقول دايما في شهر اكتوبر ما عاده ما بنشهد حاله قويه من حالات عدم الاستقرار، لكن الحمد لله شهر اكتوبر خلص ويا دوب في اخره كده وبدايه نوفمبر حاله عدم استقرار، مش هنقول قويه لكن حاله من عدم الاستقرار متوسطه الشده. أيوة. باستثناء بعض المحافظات على رأسهم مدينة مرسى مطروح اللي بقالها 48 ساعة فيها أمطار غزيرة جدا، ووصل سقوط الأمطار الغزيرة فيها لحد تساقط البرد في بعض الأماكن ووجود سيول في مناطق مطروح. طبعا مستمرة معانا الأمطار الغزيرة في مطروح، بكرة كمان بدأت بقى الأمطار تخش على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مناطق من القاهرة الكبرى، لكنها امطار ما بين خفيفه الى متوسطه احيانا زي ما حضرتك ما قلت كده، بترخ رخه كده وبعد كده الدنيا بتهدى ومناطق دون الاخرى. يعني بالنسبه لشرق القاهره ما فيش حاجه فعلا، الامطار تعتبر خفيفه جدا في المناطق الشرقيه من القاهره. تمام. يعني احنا غرب القاهره بس هو اللي احنا ظبطنا، غرب القاهره هو اللي خد نصيب الاسد امبارح والنهارده. لكن طبعا دي حاله من عدم الاستقرار مستمره معانا برضو خلال يوم الاحد والاثنين. يوم الاحد والاثنين برضو الدنيا مش مستقره قوي، مش مستقره لسه، برضو هيكون في امطار على فترات متقطعه ومناطق متفرقه، وعلى راسها طبعا برضو سواحلنا الشماليه وبالتحديد مطروح والسواحل الشماليه الغربيه اسكندريه والعلمين وهذه المناطق. طبيعي المفروض بعد الموجه دي من ابتدام من يوم الاثنين والثلاث كده الدنيا تستقر ويبقى الخريف المعتدل العادي ان شاء الله الى الخريف الطبيعي بتاعنا والسبوره المائيه اللي دايما بنحذر منها بعد سقوط الامطار. بيكون في سبوره مائيه كثيفه على الطرق، صح. ودي للاسف اللي بتعمل مشاكل اكتر من مشاكل الامطار. بناخد بالنا طبعا عشان الطرق بتبقى منخفضه فيها الرؤيه بشكل كبير خصوصا الطرق السريعه. طيب الـ درجه الحراره علاقتها ايه بالقصه؟ هل لان انا بصراحه وانا جاي دلوقتي الدنيا مطر وبرك ميه وبتاع، بس درجه الحراره معقوله ومحتمله. الجو جميل، هو فعلا اثناء سقوط الامطار طبعا الحراره اللي بتطلع اثناء سقوط الامطار دي بتدفي الجو الى حد ما، دايما بنلاقي مع تساقط الامطار الجو بيبقى دافي وجميل. درجات الحراره بالليل ما بين 18 و17 درجه، وخلال فترات النهار ما بين 24 و25 درجه. معقوله مفيش انخفاضات ملحوظه ولا جديده في درجات الحراره الحمد لله على بركه الله.
بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، ونلتقي دايما كده مع تقلبات الجو الجميلة ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمود شاهين خبير الارصاد. طيب تعالوا نروح لخبر الحقيقة لما سمعته انبسطت جدا واثلج صدري جدا، وعرفت انه في امل وفي خير وفي تفكير نحو المستقبل السليم. انا كنت كلمت حضراتكم، بلاش يعني تفتكروا انا كلمت حضراتكم عن ايه، بس افتكروا النقطة دي بس اللي انا كلمتكم فيها فيما يتعلق بموضوع التعليم والمناهج والمواد اللي بيتم تدريسها لولادنا في المدارس. كنت كلمت حضراتكم عن رؤيتي المتواضعة فيما يتعلق بضرورة تدريس المواد الحديثة، المواد التكنولوجية الحديثة المعاصرة لأبنائنا في المدارس والجامعات، علشان دايما يبقوا متسلحين بسلاح العصر وهو البرمجيات، تكنولوجيا الاتصالات، الكمبيوترات، الحاسب الآلي، ووصولا كمان للظاهرة الجديدة اللي احنا بنعيشها دلوقتي اللي هي اسمها الذكاء الاصطناعي. قلت الكلام ده لحضراتكم من حوالي سنتين، وبعدين عدته من حوالي شهرين ثلاثة، بس مش مهم اعيده لكم دلوقتي تاني زي ما هو. بس في النهاية قلت كده ان احنا طالما بنفكر في تطوير التعليم، يا ريت نسلح ولادنا وهم بيتعلموا بالسلاح اللي ينفعهم لما يطلعوا سوق العمل. سوق العمل النهارده، سوق العمل النهارده محتاج اللي معاه لغات، واللي معاه برمجيات، واللي معاه تكنولوجيات، واللي معاه ذكاء اصطناعي. مهم جدا، باقي المجالات مهمة ومطلوبة، لكن المجالات اللي انا قلتها في الاول دي هي زي ما بيقولوا كده هي كلمة السحر اللي تمشي مع كل المجالات. يعني هندسة محتاجة تكنولوجيا وبرمجيات وذكاء اصطناعي، طب محتاج الكلام ده، مش عارف تسويق محتاج الكلام ده، مجال مش عارف ايه محتاج. كل المجالات التقليدية اللي احنا بندرسها مهمة ونكملها، بس نزود عليها بقى التكنولوجيا الحديثة اللي دول العالم في الغرب سبقونا بيها، وصل التكنولوجيا والتقنيات عندهم الى مستوى كبير. فارجوكم ناخد الامور بالمنطق بتاع انه زي ما الدنيا بتتطور لازم نتطور معها. ايه بقى اللي اسعدني النهاردة زي ما قلت لحضراتكم؟ هو قرار او اعلان وزير التربية والتعليم انه سيتم بدءا من العام الدراسي القادم. العام الدراسي القادم يعني مش السنة دي، لا، اللي هو العام الدراسي اللي هيبقى اسمه بقى 25-26، 2025-2026، ربنا يحيني ويحييكم بعد ما نخلص العام الدراسي ده. بداية من العام الدراسي القادم ومن أولى ثانوي هيتم تدريس مادة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. دي حاجة مبشرة جدا وحاجة مفرحة جدا وحاجة مفيدة لولادنا جدا 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 جدا. بدل ما الشاب أو الشابة يبقوا بيدرسوا بيذاكروا وبيروحوا المدرسة وبتعرف ايه، وبعدين يضطروا يروحوا ياخدوا كورسات بره ويرهقوا اهاليهم واولياء الامور بفلوس زيادة عشان يتسلحوا بهذا السلاح. طب ما ندهولهم في المدارس وندهولهم في المناهج علشان يبقوا بيتعلموا وبياخدوا شهادة وبيتسلحوا وبيستفيدوا كمان. فبرافو على وزارة التربية والتعليم، وهذا ليس نهاية المطاف، ده احنا لسه قدامنا كتير، قدامنا كتير، لسه بقى في التسويق ولسه في مجالات اخرى نتكلم عنها، بس واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة الدنيا ان شاء الله هتتظبط وتبقى افضل كثيرا على مستوى المنظومة التعليمية. طيب تعالوا نروح بقى من الذكاء الاصطناعي، مش عارف اسميه ايه، اسميه اللا ذكاء اصطناعي. والله عجبت لكم ايها الناس او بعض الناس، عشان ما نعممش، التعميم دايما غلط، يعني بعض الناس اللي بيعملوا سلوكيات غريبة قوي. يعني احنا في مصر كتير مننا في الاعلام وكتير من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية كمان كانت بتنتقد على مدار السنين اللي فاتت ان المواطنين بيسيبوا كوبري المشاة اللي معمول عشان يعدوا الطريق وينزلوا يعدوا الطريق نفسه ويعرضوا حياتهم للخطر، وكان في بعض المشاكل في عدد كباري المشاة وبتاع، والناس تقول لك طب تعدي منين ما انت. فلما الدولة عملت كباري مشاة الناس برضو سابتها، عادي جدا عادي جدا سابتها برضو، قال لك وانا لسه هطلع بقى واقطع نفسي واطلع سلالم وانزل سلالم واعدي مش عارف ايه. يا عمي ربك هو اللي بيسترها، انتوا عارفين الطريقه المصريه يعني بتاعت الفلاوه دي، ربك هو اللي بيسترها، هات يا بت ايدك وتعالوا نعدي الشارع. وده اللي نجم عنه كتير من حوادث الطرق وكتير من حوادث قتل الخطا اللي حصلت خلال الشهور اللي فاتت، ان ناس بتعدي في الشارع وناس مسرعه في العربيات
فبتيجي الطوبة في المعطوبة لا قدر الله. فدي واحدة من العكوسات اللي عند سلوك بعض المصريين، اللي هو يسيب كوبري المشاة اللي اسمه كوبري المشاة عشان تمشي عليه وتمشي حضرتك على الارض. الجديد بقى، الجديد لانج، بعض المصريين قال لك طب واحنا كوبري المشاة بما ان المشاة ما بيركبوهوش وما بيطلعوهوش، معقولة نسيبه؟ نسيبه فاضي كده؟ لا، احنا هنستخدمه. بس يستخدموه ازاي بقى؟ بصوا على الفيديو واضربوا معايا كف بكف. بصوا المنظر، عربية نقل طالعة ماشية على كوبري المشاة. انا مش عارف الحقيقة يعني بجد نقول ايه. مش عارف بجد نقول ايه. احنا لازم نعمل كل حاجة بعكسها، بنتفنن في المخالفة، بنتفنن في ان احنا نعمل الغلط. يا سادة يا كرام، كوبري المشاة مش معمول عشان يتحمل اوزان تقيلة وسيارات وميكروباصات واتوبيسات وعربيات نقل، ده معمول بحديد خفيف عشان المشاة، عشان المترجلين، المترجل على رجليه او المشاة الذي يمشي، فمهما كان في عدد 50 يستحمل. لكن اوزان تقيلة وحديد وحاجات ويمين وشمال لا. فبخلاف ان حضرتك بتعمل مخاطرة كبيرة جدا لحياتك، هتبوظ الكوبري وهتوقعه وتهدر مال عام وي 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 وي، فاحنا ليه بنعمل كده؟ ارجو يا جماعة قليل من الالتزام، ارجو قليل من الالتزام، لانه الموضوع بجد فيما يتعلق بالممارسات والمخالفات بقت صعبة، بقى صعبة حجم صعبة قوي بصراحة. لا حاجة ما يتسكتش عليها يعني، لانه ده فلوسنا، يعني دي فلوسنا اولا وارواحنا ثانيا، فلوسنا اولا وارواحنا ثانيا. فرجاء رجاء رجاء يعني ما اعرفش بقى يتعمل ايه، ممكن يتحط، واحنا يا جماعه هنمشي ورا كل واحد بقى ونعمل الكلام ده، يتحط مثلا سدادات على مطلع الكوبري عشان تمنع العربيات، فبقى نضطر بس ال اسمه ايه ده المترجلين والمشاه بس هم اللي يمشوا. مش عارف بس يعني مش هينفع بقى نمشي مخبر وعسكري ورا كل واحد، ونحط عسكري ورا كل منشاه، ونحط عسكري على كل كوبري وبتاع. يعني يا جماعه ارجوكم، يعني ارجوكم اعملوا اللي انتوا عاوزينه، انتوا حرين، كل واحد حر، وكل واحد بقى يتحمل نتيجه ايه افعاله، كل واحد يتحمل نتيجه افعاله. طيب تعالوا نروح لهذا التقرير اللي بنرصد فيه نتيجه عمل طويل وشاق جدا من شركه سانوفي مع مؤسسه هوب للتعريف والتوعيه بمرض الجوشي. و25 سنة حكاية نجاح طويلة جدا عملها شركة سانوفي في هذه المبادرة، واحتفلوا باليوبيل الفضي للعمل والكفاح والتوعية في هذا المجال، وتفاصيل الاحتفالية في هذا التقرير. احنا النهاردة بنحتفل باليوبيل الفضي لمبادرة جوشي في مصر. المبادرة دي ابتدت بتعاون مع بروجكت هوب او مشروع الامل وسانوفي واكاديميين مصريين من حوالي 25 سنة لتقديم علاج لمرض نادر هو مرض جوشي. وخلال 25 سنة اللي فاتت سانوفي عالجت مئات من المرضى في مصر، وعملت دونيشن او تبرع بدواء اكتر من حوالي 400,000 زجاجة دواء خلال 25 سنة. So today, in the week... احنا بنينا على المعلومات اللي اخدناها من الحضارة المصرية المتعلقة بالطب، وطورنا نوعين من الأدوية، نوعين من أساليب علاج مرضى جوشي. مؤخرا ابتدينا نعمل علاج بيتاخد عن طريق الفم. هذا العلاج في المراحل، خلص المراحل السريرية الثانية ودلوقتي في المرحلة الثالثة، واحنا بنهدف ان احنا نخفف المعاناة عن المرضى اللي
اللي بيعانوا من مرض جوشيه، وبنطلع ل 25 سنة القادمين ان احنا نستمر في هذا التعاون. جوشيه ده اسم العالم الفرنسي اللي اكتشف المرض سنة 1862، وما كانش له علاج كل الفترة دي الى ان شركة سانوفي انتجت انزيم تعويضي للمرضى جوشيه. هو يعني ايه مرض جوشيه؟ يعني الطفل بيتولد من اب وام حاملين بصفة المرض، اللي هو نقص إنزيم ربنا سبحانه وتعالى خالق الإنزيم ده في جسمنا بيمنع تراكم الخلايا الدهنية في الأعضاء الحيوية في جسمنا. الولاد دول لأنهم بيكونوا مولودين لأب وأم حاملين لصفة المرض، فبيبقى عندهم نقص الإنزيم نسبته عالية، فالدهون بتتراكم عندهم في أعضاء جسمهم، فيبدأوا يحصل عندهم الأعراض بتاعت مرض جوشيه. دلوقتي الحمد لله بفضل وجود الدواء وفضل شركة سانوفي الحقيقة لأنها بتتبرع لينا بهذا الدواء بدون أي مقابل، ان احنا قدرنا نعالج هؤلاء الاطفال. دلوقتي ما بقوش اطفال، بقوا كبار مهندسين ودكاتره متجوزين مخلفين زيهم زي غيرهم. قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، قبل وجود هذا العلاج اللي انتجته سانوفي ما كانش موجود هذا العلاج اطلاقا. طبعا النهارده يوم يعني يدعو الفخر، 25 سنه شراكه بين مشروع الامل او هوب مع شركه سانوفي لتوفير العلاج لمرضى الجوشيه. وطبعا المشروع يعني مش بس بيوفر علاج لمرضى الجوشيه، بس كمان بيخلق نظام متكامل للرعاية الصحية للمرضى دي من أول التشخيص المبكر طبعا اللي بيساعد كتير على علاج المرضى، للانتظام في العلاج والمريض يقدر يعيش حياة مناسبة أقرب للطبيعي. اهلا وسهلا، عدنا بعد الفاصل. زي ما نوهت لحضراتكم قبل الفاصل مباشره، موعدنا مع فقرتنا التثقيفيه التوعويه المتعلقه بالقانون ومواد القانون واحكام القانون، علشان نبقى عارفين ابسط المعلومات عن حقنا وعن كيفيه عدم الوقوع في اشياء يمكن انها لا قدر الله تدنا بالقانون او تضيع حقنا لا قدر الله. رحبوا معايا بالمستشار هيثم عباس. مساء الورد. مساء الجمال يا باشا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. انتوا قعدتوا النص الثاني من الكره الارضيه بتاع التجمع ومصر الجديده، الحته اللي ما كانش عندهم مطر، احنا النهارده غرقنا، عشان كده جاي ناشف وفايق. منور يا هيثم بيه. وجودك يا باشا. خلينا النهارده نبدا كده بمعلومات يعني اساسيه للناس عن درجات التقاضي وشكل التقاضي. خلينا الاول نتكلم عن درجات التقاضي في المحاكم الجنائيه او المدنيه، كم درجه ونوع كل واحد. هو التقاضي عامه على درجتين، سواء في الاحكام الجنائيه او المدنيه، التقاضي في المطلق على درجتين. تمام. حكم من محكمه اول درجه وحكم استئنافي. اول درجه وحكم استئناف، يبقى احنا بنتكلم الاثنين زي بعض في الدرجات. الجنائي زي المدني، سواء جنائي جنح وجنايات او المدني العادي. تمام. في ناس كتير عارفه طبعا، او يعني معظم الناس عارفين ايه هي المحاكم الجنائيه وايه هي الجنايه. في ناس كتير مش عارفين يعني ايه قضيه مدنيه او محكمه مدنيه. والنهارده المحكمه المدنيه لما يكون النزاع متعلق بشيء مدني، يعني الامر يكون متعلق بالمعاملات اللي هي ما فيهاش شبهة جنائية، يعني مثلا حضرتك اشتريت شقة، بعت شقة، ليك فلوس عند حد، في نزاعات متعلقة بأسهم، بحصص في شركات، حاجات اللي هي المدنية اللي هي المعاملات، نقول عليها المعاملات اليومية أو الحياتية. ينفع نقول المعاملات التجارية والمعاملات الاقتصادية والمعاملات المالية، كل ده ندرجها تحت البنود دي كلها يعني. تمام. لكن التانية الجنائية اللي هي قائمة على ان انت عملت جنحة او جناية، اللي هم قانون العقوبات. اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة الجنائي اللي هو قانون العقوبات او اي جريمة جنائية من القوانين الخاصة. يعني عشان برضو الناس بتتلخبط شوية في الحتة اللي حاجة قلت دلوقتي، منازعات مالية، اشتريت شقة مش عارف ايه، ليه فلوس عند كذا، ما هو حد هنا ممكن يقول لك طب ما انا ممكن يكون حد نصب عليا، طب دي مش مفروض جناية اللي هي نصب والاحتيال؟ ما هو النصب لو يعني لو توفر شروط النصب بنتكلم ان هي جنحة، يعني حاجة جنائية. تمام. لكن لو ما توفرش شروط النصب فيها بتندرج تحت البند المدني. يعني لو انت النهاردة حضرتك واحد نصب عليك في شقة، النهاردة ده المسمى الدارج، انا اتنصب عليا في الشقة. صح.
طيب هو النهارده لو تم استبعاد شبهه الجنحه فيها وتم الوصول ان ده مجرد عشان في عقود او تعاقدات فده يعتبر نزاع مدني، فالموضوع هنا متعلق بالمحكمه مفهوم. المدنيه يعني لما يكون في شرط العمديه في ارتكاب النصب او الاحتيال او السرقه او جنحه وجنايه واضحه. لا خلينا ثانيه بقى، ممكن زي حضرتك قلت كده ممكن اخلال بتعاقد. انا حبيت ان انا اسهل الكلام في الاول، انت حضرتك دخلت في معاملات ماليه مدنيه تجاريه، لكن خلينا نقول ان الجنح او الجرائم الجنائيه محدده على سبيل الحصر. تمام. يعني ما ينفعش مثلا دلوقتي النهارده ان انا اقول وقعه اختلقها جنائيه او ان انا اقول ان ليها مسمى جنائي من غير ما يكون ليها نص تجريم. تمام. صح. فالنهارده كل جريمه ليها ركنين مادي ومعنوي. اسف مظبوط، هو مش اي مخالفه هي جريمه، يعني اي حاجه غلط بيعاقب عليها القانون هي جريمه. في الفرق ما بين الجريمه، مكذبش عليك يعني انا تايهه مني، في الفرق ما بين الجريمه وما بين اخلال تعاقدي بنص قانون. يعني انا النهارده اخليت بنص قانون مدني ده ما يعتبرش جريمه، لان كلمه جريمه بتنطبق على الجنح والجنايات. تمام. يعني لفظ كلمه جريمه لازم تحطها في خانه ان ليها عقوبه بتساويها. كويس. بتبدا من 24 ساعه حبس لغايه الاعدام. تمام. هي دي اللي ينطبق عليها وصف الجريمه. مفهوم. لكن الاخلال بالتعاقدات الماليه، عدم الالتزام بالبنود التعاقد، ده يدخلنا مدني، ده يدخلنا في اطار المدني. عشان كده حتى تلاقي حضرتك مثلا ايه مسمى الجنح او الجنايات او حتى المخالفات بيبقى المسمى اللي بيسبقها كلمه قضيه. لكن ما ينفعش مثلا حضرتك تقول قضيه على حاجه مدني بتقول عليها دعوه. يعني دعوة مدنية. مفهوم. تمام. تمام. حضرتك قلت ان الدرجات التقاضي في الاثنين اثنين، محكمة أول درجة ثم المحكمة الاستئنافية. المفترض. يعني إيه المفترض؟ يعني اللي بيحصل عملا إيه؟ إن أنا عندي جنحة مثلا. تمام. بيتاخد فيها حكم غيابي. كويس. لما بيجي يصدر حكم غيابي يقدر المتهم إن هو يعمل معارضة على الحكم. فبيمثل أمام نفس الدايرة أو قدام نفس الدرجة يعتبر مرتين. صح. ويجي بعد كده في الاستئناف. ممكن ما يحضرش في الاستئناف. لا بس انا يعني معلومات، خليني بقى افتي شويه طالما بينت ان انا مش فاهم حاجه في الاول، نفهم شويه دلوقتي. انا عارف ان حته الغياب دي اول ما يظهر هو قدام محكمه تبتدي المحاكمه كان شيئا لم يكن. تمام. صح كده؟ تمام. فبتتلغي اول جلسه او بتعتبر انها اول حكم. اول حكم. تمام. كانه لم يكن، ونبتدي من اول وجديد، فيبقى له اول درجه وله الاستئناف. تمام. صح كده؟ تمام. تمام. النقطه الثانيه هنا ال 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 دايما بيتقال ان انا هاخد حقي، ده بعض الناس يعني هاخد حقي في الاستئناف مش في اول درجه، ليه بيتقال كده؟ لا لا هي ما لهاش، انا بقول لك الكلام اللي بيتداول على مواقع التواصل. انا فاهم بس طبعا لا، يعني هو ممكن يكون المقصود بيها مش كده. المقصود ان الدرجه الاستئنافيه هي بعدها بيبقى الحكم نهائي. تمام. فبيبقى نهائي هو واجب النفاذ. مفهوم. فممكن ده المسمى او المفهوم، لكن لا طبعا. يعني هم الناس اللي بتقول كده بتقول انه بالبلدي كده الرك على الحكم النهائي اللي النهائي هيتنفذ. يعني يقول لك ان انا النهارده هنشوف في الاخر هيحصل ايه. صدر حكم في الاول لصالح احد الطرفين. تمام. فالطرف الثاني يقول لا ده لسه عندي استئناف. صح. انا لسه عندي درجه ثانيه. مظبوط. طيب مواعيد الاستئناف ايه؟ في المفروض الجنح بتبقى 10 ايام. الجنايات 40 يوم. 10 ايام يعني اقدر استأنف على الحكم اللي صدر ليا او عليا خلال 10 ايام. لا. امال ايه؟ احنا بنتكلم هنا على الجنح، فهنا مين اللي هيصدر ضده الحكم؟ اللي احنا بنتكلم على المتهم دلوقتي. تمام؟ فالمتهم في الجنح ليه 10 ايام من يوم صدور الحكم. تمام. ده المفروض برضه. حلو. في الجنايات 40 يوم. لكن هي المشكله هنا بتثار في الجنح. ليه؟ لان حضرتك ممكن عادي جدا يصدر الحكم وتيجي تعمل استئناف بعد شهر وشهرين وثلاثه، وفي ناس بيقعدوا سنه وسنتين وبيفضل قاعد لو قدر ان هو لغايه ما الحكم ما يسقط عنه عشان ياخد انقضاء يفضل قاعد. ويجي يحضر بعد كده ويقدم
امام المحكمه الاستئنافيه دليل عذر لعدم تقريره بالاستئناف في المواعيد. مفهوم مفهوم. فدليل العذر دوت النهارده لو المحكمه بحثت دليل العذر ووجد ان هو الدليل دوت مزور او مصطنع، المتهم بيدخل نفسه في جناية تزوير طبعا، لان هو النهارده هيكون زور، يعني يعتبر اكيد لان لازم عليها ختم والمفروض تبقى صادره من مستشفى حكومي عشان يعتد بيها كدليل للعذر. صح. فالنهارده يعني بعض الناس بيبقى اصلا الواقع عندهم مش في حقيقتها ان هو ما فيش ولا عذر عنده حال بينه وبين هو يقرر بالاستئناف في الميعاد، غير ان هو عايز يتهرب من التقرير بالاستئناف والحكم عليه بحكم نهائي. صحيح. فبيلجأ لاصطناع دليل عذر، وده بيدخله في مخاطره ان لو الخصم امامه تمسك بان المستند ده مزور وتم بحث الامر ووصل ان هو مزور، خرج من موضوع لموضوع تاني خالص. مفهوم. بعد ما كانت جنحه ممكن يتقلب الامر ضده لجنايه. مفهوم. يعني بين قوسين كده جمله اعتراضيه، انت اهلاوي صح؟ انا اهلاوي يعني. طب امالك خضيت ليه طيب؟ لا اهلاوي. عشان الاهلي جاب الاهلي جاب الجون الثاني. الجون الثاني طبعا الحمد لله. بس ايه اخليك تتكلم بحماس شويه. كده الاهلي متقدم على سيراميكا كليوباترا الفريق العنيد المحترم بصراحه 2-1 في نهايه الشوط الاول، ولسه الشوط الثاني، لكن الحقيقه فرقه محترمه جدا جدا فرقه سيراميكا يعني. الحمد لله. الحمد لله ربنا يتمها على خير ان شاء الله. طيب الفكره دلوقتي فيما يتعلق بان بعض الناس بيقولوا انه لا ده احنا بنسمع عن درجات اكتر، يعني بيقول لك في حكم او درجه وبعدين يتقال لك في استئناف وبعد كده في طعن بالاستئناف مش عارف ايه وبعدين في نقض ايه، دي درجات بقى يعني وضع مختلف. هو يا باشا الحكم او الدرجه ايوه كده الاستئناف ايوه، واصبح بعدها بيكون الحكم نهائي كويس واجب النفاذ. حلو. تقدر تطعن بقى على الحكم النهائي، تقدر تطعن عليه بطريق النقض. طيب يبقى في درجه ثالثه اهي. لا هو دي مش درجه ثالثه. امال دي ايه؟ هو هنا النقض هو بيراقب الحكم او بيحاكم الحكم نفسه، ملوش علاقه بتنفيذ الحكم. يعني دي مش درجه تقاضي. مش درجه تقاضي. اصبح الشخص النهارده معاه حكم نهائي واجب النفاذ. الطعن بالنقض يملك ايقاف التنفيذ لو كان منصوص عليه في صحيفه الطعن بالنقض بايقاف التنفيذ، وكان في جدوى من الايقاف او عدم امكانيه تدارك تنفيذ الحكم. ممكن محكمه النقض لو ارتقى ليها بعد طلب وقف. لا بس معلش انا اسف، اشرح للناس تاني يعني ايه المحكمه بتحاكم الحكم او بتحاكم ال، يعني بتشوف مش الموضوع، يعني حضرتك مثلا النهارده دفعت على سبيل المثال مثلا بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوه. يعني ايه عدم اختصاص نوعي؟ ان الحكم ده صدر من محكمه مثلا دايره استئنافيه في شمال القاهره. أي. وكان في دفع امامها من هي اختصاص المحكمه الاقتصاديه. مفهوم. فهنا عدم اختصاص نوعي لنظر الدعوه. تمام. والمحكمه يعني هنا قضت. النقض هنا بيشوف سلامه الاجراءات وان مفيش في سلامه الحكم. سلامة الإجراءات وسلامة الحكم. صح كده؟ سلامة الحكم من حيث الرد على الدفوع القانونية وإن ردوده على الدفوع القانونية وفق صحيح القانون. تمام. دلوقتي شخص نفذ الحكم وبعد التنفيذ يعني ألغت المحكمة الحكم، هنا في حاجة اسمها عوض أو في حاجة اسمها استرداد حق؟ ما هو حضرتك على حسب النهارده محكمه النقض لغت الحكم وما كانش فيه ايقاف للتنفيذ. سمان. ايه هو اللي اتحكم بيه او ايه اللي اتنفذ؟ يعني مثلا واحد اتنفذ له بفلوس مبلغ بفلوس الاول ماشي مبلغ، بيرجع على الشخص اللي خد منه فلوس علشان يستردها منه نفاذا لحكم اللي صدر. تمام. بعدم احقيته في تنفيذ الحكم الاولاني. مفهوم. تمام. مفهوم. طيب حبس هيرجع مفيش يعني مفيش. خلاص هو خد براءة مثلا مفيش بقى هيرجع له ايه؟ مفهوم. مفيش في قانوننا حاجة لا. بتعوض فترة الحبس. لا. تمام تمام. طيب المدة الزمنية لتنفيذ الحكم الجنائي؟ مفيش مدة زمنية محددة. انت حضرتك النهاردة حكم جنائي بتاخده بيتسلم في إدارة التنفيذ لتنفيذه، لكن مفيش مدة معينة أو محددة. يعني القانون لم يضع حدا أقصى أو أدنى للتنفيذ.
ما فيش الكلام ده. يعني حتى دي مشكلة من المشاكل الخاصة مثلا، ان ما فيش قيمة او ما فيش حجية لحكم بدون تنفيذه. يعني انا النهاردة لو معايا حكم وحضرتك معاك حكم وانت مش عارف تنفذه، ايوه كلامك مظبوط، ايه اهميه الحكم طالما ما جابليش حقي او ما رجعليش حقي او مش قادر انفذه؟ صح، انا جيت مع كل الاحترام طبعا للاحكام، لكن في النهايه الحكم ده زي ما بيقولوا ايه، هو وسيله مش غايه. صح تمام. يعني الحكم انا بكلامي المنطقي، يعني ان الحكم يجب ان يكون وسيله عشان تاخد حقك، لارجاع الحق، مش الهدف ان انا عايز حكم، لا انا عايز الحكم يرجع لي حقي، فيبقى انا قطعت نص الشوط بس بالحكم، النص الثاني ان انا انفذ الحكم او يعني الجهه التنفيذيه. انا تعينت في النيابه سنه 97، وكان في مطالبات من 97، ويمكن كان من قبلها، من وقت ما تعيننا كنا بنسمع على فكره، اعتقد ان هي يعني دلوقتي خلاص الموضوع اتقفل فيها. كانت فكره الشرطه القضائيه، ان يكون موجود في جهاز لشرطه قضائيه تابع لتنفيذ الاحكام او لاي طلبات ممكن بتطلبها النيابه او بتطلبها المحاكم، بتبقى تابعه لكل محكمه ولكل نيابه. دي كانت فكره من القديم، يعني من اكتر من 25 سنه، واعتقد ان الموضوع انتهى. لكن طبعا تنفيذ الاحكام، عدد السكان، مع ان النهارده اللي عليه حكم ده بيحاول ان هو يتورع عن الانظار بكل السبل. صحيح. فبرضو ان حضرتك تمسكه دي يعني بيبقى صعب. عمليه صعبة شقة. صح. لكن انا شايف ان ممكن انت هنا هدفك من تيسير الاجراءات وتعديل التشريعات انه نصعب الموضوع على المتحايلين، على المتهربين اللي يعني مثلا النهارده في حضرتك لو في حد عليه حكم بينزل على المرور، لو هو رايح يرخص عربية او بيشتري عربية بيطلع ان عليه حكم، بين عليه حكم. النهاردة هو يعني ده في موضوع الخاصة بترخيص العربيات، شفناها مع اكتر من حد بيبقى رايح يطلع عليه حكم. حلو. وممكن يكون ما يعرفش عنه حاجة. تمام. بيعرفها من وقت ما راح المرور. كويس. فممكن ان يكون في تشريع ان هو لو اتشل البني ادم ده على كل المستويات الخاصة بيه، لان هو بيفضل بيتعامل من يوم صدور حكم ضده ان يكون مشلول مدنيا. انت قصدك لما يروح المرور ما يعرفش يتعامل؟ لا، ده دي بتحصل، يعني دي اللي عليه احكام. في كذا حد كان بيروح مش كذا حد، المفروض تبقى كلها على لا يعني انا قصدي كذا حد قال ان هو راح بيكتشف انه عليه احكام وهو ما كانش يعرف عنها حاجه مثلا، واحكام بتبقى غيابيه وما يعرفش عنها حاجه. مفهوم. فالنهارده اللي احنا بنتكلم عليه، او ان لو الشخص اي بني ادم النهارده لو اتشل في موضوع المرور، في انه يعمل توكيلات، انه يتعامل في بنوك، انه يجدد بطاقته، انه يكون في تشريع انه هو يتوحد الامر ده. مفهوم. ان ما يبقاش البني ادم عارف يتعامل في اي حاجه في حياته. لكن طول ما هو عايش حياته عادي خلاص هيلتزم ليه؟ هيفضل متهرب من تنفيذ الحكم. هيفضل بقى قاعد لغايه ما الحكم بيسقط، لو جنحه وتسقط، ويجي بعد كده يقدم عليها استئناف عشان ياخد انقضاء او معارضه وياخد فيها انقضاء. مفهوم. طيب في حاجه انا كل بس التفاصيل والمصطلحات اللي احنا بنسمعها انا بحاول اقولها للدكتور هيثم عشان يشرحها لنا. في مصطلح بنسمع عنه اللي هو بيقول لك حجز مال المدين لدى الغير. مين فين؟ يعني ايه مال المدين لدى الغير؟ حضرتك لما تكون واخد حكم مثلا مدني على شركه، على هيثم ماشي، على شركه يا سيدي ماشي، بس ما تزعلش قوي كده يا سيدي، وش وقلم اول على شركه. تمام. على شركه ماشي، خدت الحكم ده على الشركه. حلو. او على الشخص عايز تنفذه. كويس. الشخص ده ليه تعاملات في بنوك. تمام. سواء اعتباري او طبيعي. فالنهارده حضرتك ممكن انك انت بتعمل حجز على كل ارصدته الموجوده او المتاحه في كل البنوك اللي جوه مصر. ولو ليه تعاملات مع شركات او ليه تعاملات مع اشخاص تانيين. قصدك كده طالما انا مش عارف اخد فلوسي من الخصم، اروح اخدها من الناس اللي ليهم فلوس عنده، او اللي هو حاطط فلوسهم عنده، لو بنوك عنده او شركات. مفهوم. فبيتعمل النهارده حجز. ده مين اللي بيعمل بقى؟ الشخص اللي هو الدائن، اللي معاه الحكم، اللي معاه الحكم، اللي الحكم طلع لصالحي، اروح انا على الشركه اللي انا مختصمها دي وطلع عليها الحكم، اروح احجز على ارصدتها في البنوك.
بتعمل حياتك حجز على كل البنوك اللي موجودة وتخليهم ان هم يقروا، او الشركات اللي ممكن يكون بتعامل معاها ان هم يقروا ما في ذمتهم. المفروض ان كل بنك يقر ما في الذمة، اذا كان الشخص ده او الشركة دي ليها فلوس عندهم، الكلام ده في خلال 15 يوم من تاريخ الاعلان. حلو. يعني المفروض ان البنك لازم يفصح طالما انا معايا حكم، لازم بعد تمام الاجراءات. يعني حضرتك النهاردة بتعمل الحجز وبيتأشر يتاخد عليه موافقة من محكمة الاستئناف لرفع سرية الحسابات، وكده بيتسلم جوابات رفع سرية الحسابات في البنوك وبتتسلم للشركات. مفهوم. تمام. اخيرا ايه المصطلح بتاع الحجز على المنقولات؟ ما هو قبلها في جزئية مهمة جدا في حتة حجز مالي مدينة الغير. لو البنك او الشركة ما اقرتش بما في الذمة في خلال 15 يوم، يقدر الدائن ان هو يرجع على البنك او على الشركة باداء قيمة الفلوس اللي لصالحه، خصوصا لو ثبت ان في تعاملات فعليا، لو في فتح حساب فعلي او في تعاملات ما بين الشخص والشركة، يقدر يرجع عليه بنفس قيمة الفلوس. حلوة. ويجوز للمحكمة انها تحكم عليه بذات الفلوس وان هو يسددها، خصوصا لو ثبت سوء نيته من اخفائه بالافصاح ما في الذمه. زي الفل زي الفل. الحجز على المنقولات، الحجز على المنقولات دي حضرتك بتلجا لاداره التنفيذ التابع ليها المكان المقيم فيه الشخص، وبيتسلم الحكم مع الصيغه التنفيذيه، والمفروض ان بينزل معاون التنفيذ عشان يحجز على المنقولات الخاصة بالشخص المدين، وبيحدد معاد لبيعها استيفاء استيفاء للدين للدين. وبتتباع المنقولات، لو المنقولات ما كفتش الفلوس بيستنزل الفلوس دي وبياخدها الدائن، وباقي الفلوس بتفضل برضو، ويقرر الموضوع في اي منقولات، او لو عنده عربية يحجز عليها. أوكي. او لو عنده عقار ينزع ملكيتها لصالحه. تمام. حلو قوي. ولو وفت خلاص يبقى خد فلوسه والباقي يرجع لصاحبه. لو وفد خلاص بيبقى حيصل البيع وبيرجع باقي المبلغ للمدين. زي الفل. بارك الله فيك، شرفت ونورت سيادة بشار، ودايما بنستفيد من خبراتك القانونية. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم. هنروح لفاصل، بعد الفاصل فقرة الأرقام والإحصاءات والأستاذ عبد الناصر أني. اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل فقره مساء السبت، فقره الارقام والاحصاءات، الاستاذ عبد الناصر انديل. مساء الورد. مساء النور يا استاذ. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد كله لله. كله تمام؟ تمام. طبعا احنا في الايام والساعات الاخيره قبل انطلاق الانتخابات الامريكيه، الناخب الامريكي او المواطن الامريكي مدعو للتصويت يوم 5 نوفمبر، يعني بنتكلم بعد 3 ايام بالتمام والكمال. فبالتالي الاستاذ عبد الناصر النهارده عامل لنا ملف عن الانتخابات الامريكيه وكل التفاصيل اللي حضرتك يجب ان تعلمها قبل متابعه هذا السباق الرهيب ما بين دونالد ترامب وكامالا هاريس. اتفضل يا استاذ. ده حقيقي يا استاذ. يعني خلينا نقول ان احنا بعد 72 ساعه امام واحده من المحطات التاريخيه في سباق التنافس على مقعد الرئيس الامريكي، و ربما الانتخابات القادمة هي واحدة من العمليات الانتخابية اللي ما بتتكررش في التاريخ كتير. النتائج التي ستسفر عنها ستكون نتائج تاريخية، سواء كانت لصالح المرشح الجمهوري أو لصالح المرشح الديمقراطي. ليه تاريخية؟ بداية أني في حالة نجاح ترامب في استعادة مقعده، سيكون الرئيس الأمريكي الثاني عبر التاريخ اللي يقدر يرجع للرئاسة بعد خسارته. ده ما حصلش غير مرة واحدة سنة 1888 لما خسر جريفر كولفاند قدام هاريسون ورجع مرة بعدها. وده تاريخ قديم أو بعيدا عن العصر الحديث، وما حصلتش مرة تانية، تعتبر أول مرة في العصر الحديث لو ترامب فاز. لو ترامب فاز. العكسي أني إذا نجحت كامالا هاريس فنحن إذا أول امرأة رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. ربما إحنا عندنا أصحاب البشرة السوداء حصلوا على حق التصويت سنة 1964، لكنهم استطاعوا أن يصبح منهم الرئيس في عام 2008 أوباما. صح. النهاردة إحنا قدام مشهد تاريخي مهم، محاولة وربما ستكون أول امرأة ملونة. وخلينا هو بالضبط، هي كمان مش امرأة، امرأة ملونة كمان، وبالتالي ده مؤشر مهم جدا. لكن
يعني للصدف ان في المرتين اللي ترشحت امرأة لمقعد الرئاسة كانت ترامب هو العقب. وبالتالي ده مشهد تاني. تمام. النقطة التالتة ان التنافسية اللي احنا بنتكلم عليها المرة دي. عشان معلش تعرف انا الاهلي جاب جون الاهلي جاب جون بقت النتيجة 3-1 في مطلع الشوط التاني. فطبعا انتم عارفين ان انا يعني الهدف ان انا احطكم دايما في الاحداث وما يبقاش في حاجة غايبة عنكم يعني. ف القصة انه لازم تبقوا عارفين اللي بيحصل خصوصا مع الاهلي في مطلع الشوط الثاني. وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني القناص بيضيف الهدف الثالث للنادي الاهلي، تصبح النتيجة 3-1 في مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا. عفوا يا استاذ عبد الناصر. ولا يهمك يا استاذ. خلينا نقول كمان ان هذه تنافسية ربما بسبب سخونتها نوصل الى مربع التعادل. وده يا سلام. طبعا انا يعني الارقام شديده التقارب بدرجه ربما تصنع فارق كبير، لكنها في المقابل قد تصل بينا الى نقطه التعادل. وفي الحاله دي هنلجا لتصويت الكونجرس على اسم رئيس الجمهوريه. صح. عشان كده انتخابات الكونجرس كمان اللي هتجرى، لان احنا الثلاثاء العظيم لن تجرى في انتخابات الرئاسه فقط. صح. احنا هنعيد انتخاب مجلس النواب بالكامل 34 مقعد من مجلس الشيوخ زائد الرئيس. مظبوط. وبالتالي تأثيراته وتدخلها عنصر مهم جدا. تمام. لكن خلينا نروح معاك لاول جدول معانا مهم، وحضراتكم طلبتوا مننا ايه الجدول الزمني للاجراءات. يعني ايه كيف ستسير الانتخابات الامريكيه من 5 نوفمبر حتى 20 يناير اللي هو موعد التنصيب. فضل. احنا قدام يوم التصويت الرئيسي 5 نوفمبر، من 5 نوفمبر ل 11 ديسمبر 37 يوم تمنح فيها الولايات الحق في الفصل في اي منازعات عشان نوصل لاخر موعد لاصدار شهادات التحقق. كل ولايه يوم 11 ديسمبر، وده على فكره تعديل ادخل على هذه الانتخابات، يكون في موعد لازم تحسم فيه كل الطعون وتعلم فيه نتيجه واضحه ان كل ولايه صوتت لمين. طبعا. عشان اللي عمله دونالد ترامب في انتخابات 2020 ما يتكررش مرة ثانية. 17 ديسمبر تنعقد في كل ولاية مجمعها الانتخاب الخاص ويصوت المندوبين على اسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. احنا عارفين ان التصويت الشعبي لا يصنع اسم الرئيس. طبعا. ولكن تصويت المجمعات في 17 ديسمبر هيبقى هو هنا نقطة مهمة جدا. في 3 يناير تنعقد الجلسة الافتتاحية للكونجرس زي ما قلنا، لان الكونجرس هو المعني باصدار او بالاعلان عن اسم الرئيس او التصويت الانتخابي. صح. وده هيحصل في جلسة 6 يناير 25. في الجلسة دي هيتم حساب اصوات المندوبين اللي صوتوا في 17 ديسمبر ويعلن اسم الرئيس لو النتيجة كانت محسومة، او يصوت الكونجرس على اسم الرئيس خلال الجلسة المنعقدة. في 20 يناير يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه. كويس. وبالتالي ده الجدول الزمني للاجراءات. الجدول ده يخلينا نشوف اهم وابرز المحطات اللي مرت بها الانتخابات الامريكيه بدءا من 1789 اللي هي اول انتخابات رئاسيه امريكيه فاز فيها الرئيس جورج واشنطن. في 1824 اعتمد نظام المجمع الانتخابي. بقى المجمع الانتخابي بالطريقه اللي احنا هنتكلم عنها. ده نظام قديم. هو الاساس. منذ بدء الدولة الأمريكية. بالظبط. وهم محتفظين بيه برغم يعني الكثير من الفجوات طبعًا المرتبطة. طبعا كتير عليه. من 1828 سيطر النظام الحزبين على الولايات المتحدة. وهنتكلم عنه لأن ده كمان من الحاجات اللي ممكن نشهد تغير كبير فيما يخصها. احنا عندنا المرشح الديمقراطي والجمهوري من 1824 من الحزبين دول سيطروا وبقوا هم المرشحين الاساسيين في 50 ولاية. طبعا. ومقاطعة كولومبيا. في 1856 منح حق التصويت لكافة البيض في الولايات المتحدة، قبل كده كان التصويت انتقائي. في سنة 1870 اعتمد رمزين اللي هم الحمار والفيل كرموز رسمية للحزبين. الحمار للحزب الفيل للحزب الجمهوري. 1920 منحت النساء الحق في التصويت. في 1964 منح السود الحق في التصويت، واصبح المجمع الانتخابي المعني باختيار الرئيس مكون من 538 عضو او مندوب. رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية عبر التاريخ احنا عندنا 46 رئيس، نحن سننتخب الرئيس رقم 47، والتصنيف بتاعهم في عندنا 4 توفوا خلال الحكم، 4 اغتيلوا
وفي استقالة و 26 رئيس، 11 قضوا دورة واحدة فقط و 15 خدوا الدورتين. تمام. بحسب التصنيف السياسي للرؤساء، لو رحنا للتصنيف هنلاقي انا عندي واحد مستقل وواحد من الحزب الفيدرالي واربعه من الجمهوري الديمقراطي واربعه من اليمين، الباقي بدءا من سيطره نظام الحزبين، الحزب الديمقراطي 17 رئيس، الحزب الجمهوري 19 رئيس. نبدا بقى نبص على حاجات غريبه. عندنا حالات مرشحين فازوا باصوات الشعب ومع ذلك لم يصبحوا رؤساء نتيجة طبيعة وتركيبة المجمعات الانتخابية. ده اتكرر في 5 عمليات انتخابية سابقة. أولها كان أندرو جاكسون. أندرو جاكسون ده ناخد بالنا أنه هو السبب في أن يصبح الحمار هو رمز للحزب الديمقراطي. ليه؟ لأن أندرو جاكسون وجهت ضده حملة عدائية حرفت اسمه عشان نروح لاسم الحمار جالاكس. وبالتالي هو بدل ما يتهرب او يتبرأ يعني او يستنكر الحملة، حط صورة الحمار على دعايته كاملة. اكدها بالظبط. فبعد كده بقى هيبدأ يستخدم في السخرية، لكن مع الوقت كل المرشحين الديمقراطيين بقوا ياخدوا الحمار رمز. وبالتالي ده كان جزء مهم جدا عندنا. هناخد بالنا ان الخمسة، على فكرة ودي ملاحظة مهمة ناخد بالنا منها، ان الخمسة اللي فازوا بأصوات الشعب وما اصبحوش رؤساء كلهم من الحزب الديمقراطي. صح. سامويل تيلدن وجروفر كليفلاند اللي احنا لسه بنقول عليه، اللي هو الرئيس الوحيد اللي انتخب مرتين في التاريخ الامريكي، والرئيس رقم 22 ورقم 24. آل جور كانت المعركه الشهيره اللي في بدايه القرن الحالي في انتخابات 2000 اللي خسر برغم انه فاز بالاصوات الشعبيه نتيجه تصويت فلوريدا. مزبوط. وهيلاري كلينتون اللي هي كانت متفوقه على دونالد ترامب ب 3 مليون صوت ومع ذلك لم تصبح صحيح رئيس. قصاد المرشحين اللي خسروا في مرشحين فازوا برغم انهم ما كانوش الاختيار الاول للشعب، من اول جون كوينسي ادمز لحد ما نوصل لدونالد ترامب وامام هيلاري كلينتون. خمسه هناخد بالنا ان اربعه من الخمسه دول المجمع الانتخابي كسبهم، دول كسبهم المجمع الانتخابي برغم ان الشعب ما صوت لهم. حلو. طب نروح بقى للمجمع الانتخابي ونبص عليه لان ده نقطه مهمه جدا. أيوه. المجمع الانتخابي من بدايه في بدايه الولايات المتحده الامريكيه في انتخابات 1988 كان 81 عضو فقط، ووضع نظام انه مع كل احصاء وطني يجري اعاده النظر، فعشان كده أجري 26 تعديل خلال 234 سنة على عدد أعضاء المجمع الانتخابي الذي يختار الرئيس، لحد ما وصلنا في 1964 إلى 538 وده اللي ثابت لحد النهار. وده اللي ثابت لحد النهار. أجريت به 16 عملية اقتراع. يعاد توزيع المقاعد على الولايات جواها لكن المقاعد لا تزيد. مفهوم. وبالتالي ده أطول نظام وأكثر نظام ثباتا في النظم عندنا. لو رحت للولايات الاقوى في المجمع، لان هنا بقى الاصوات دي هي اللي بتصنع اسم الرئيس. طيب. هنلاحظ ان كاليفورنيا هي الاكبر 54 صوت، وناخد بالنا انها قلت صوت. احنا هنتكلم على النقطه دي، ان في التعداد الوطني 2020 قلت صوت. وده هيبقى مؤشر مهم جدا واحنا بنتكلم لانها ولايه ديمقراطيه. كويس. دي خصم. تكساس زادت صوتين بقت 40، فلوريدا زادت صوت بقت 30، نيويورك قلت صوت، الناوي قلت صوت، بنسلفانيا قلت صوت. دول الخمسه او السته الكبار، اجمالي اصواتهم 190 صوت. رقم مهم جدا للي يقدر يكسبه او يقدر يفوز طبعا بيه. طبعا. لو رحنا لتعداد 20 يعني اكتر من نص المجمع الانتخابي. قريب من النص. احنا هنا بنتكلم على 538. لا انا بتكلم على اللي يكسب 270 صح؟ اكتر من نص. يعني هو اللي يجيبهم اتجاوز خلاص. انا هنا 190، انا ناقص لي اصلا على 270 ناقص لي 78 صوت فقط لا غير عشان ابقى رئيس لو كسبت الولايات دي فقط. تمام. التعداد هنا انا عايز اقول لحضرتك، لما هنجيب في التعداد اللون ازرق يبقى دي ولايه تصويتها ديمقراطي. صح. احمر يبقى انا بتكلم على جمهوري. الاورنج
دي ولايه من الولايات اللي هي المتأرجحة اللي هي كلمه السر في الانتخابات. هو لا مؤاخذه فين الاورنج ده؟ انا اسف اللي هي ميتشيغان وبنسلفانيا. دول اورنج يعني المفروض دول بنفسجي يا مش بنفسجي يعني هي المفروض انهم كانوا يبقوا اورنج بس الالوان فرق متداخله. انا قلت برضو اروح اكشف. لا لا حضرتك فهلاحظ ان دي الولايات اللي خسرت اصوات. تمام. سبع ولايات كل ولايه نتيجه التعداد خسرت مقعد من مقاعد مندوبيها. المقاعد دي راحت لولايات الزياده. ولايات الصعود اكتر مستفيد طبعا دونالد ترامب. طبعا. لان تكساس زادت صوتين، فلوريدا زادت صوت، فهو ضمن ثلاث اصوات زياده. عشان كده احنا هنيجي لو قلنا ان الاصوات ودي هنجيلها كمان شويه ثبتت في انتخابات 2020 هي هي، هو هيكسب ثلاث اصوات زياده بس مش هيبقى رئيس برضه. صح. لكن ده لو في السيناريو. وولايتين متأرجحتين وولايتين ديمقراطيتين. مظبوط. دول الولايات اللي شهدت زياده في المقاعد. تعال بقى نروح للولايات المتأرجحه. الولايات المتأرجحه ده جزء مهم جدا عندنا، ان الولايات المتأرجحه منهم ثلاثه ديمقراطي واربعه غير محسومين. يعني في الانتخابات الماضيه كانت ديمقراطيه، بنسلفانيا و جورجيا وميتشيغان وكارولينا الشماليه واريزونا وويسكونسن ونيفادا. عايز اقول لك ان هنا احنا بنتكلم على مربعين في منتهى الخطوره والتقسيم، اللي هي اللي هي عندي هنا اربع ولايات اللي هي ولايات باب الشمس وثلاث ولايات اللي هي ولايات الجدار الازرق. صح. ودول الولايات الجدار الازرق اللي هم الثلاثه الاورنج هم الولايات باب الشمس، وهنا السبع ولايات دول اجمالي اصواتهم 94 صوت. ممتاز. خطورتهم انهم بالفعل هم هيكونوا الحاسمين في العمليه الانتخابيه. طبعا. لانهم ولاءاتهم متعدده. لو رحنا لاول سيناريو اللي هو سيناريو الثبات، ان الاصوات تظل كما هي زي ما كانت بين بايدن وترامب، هنلاحظ ان الجمهوريين كانوا فازوا ب 25 ولايه زائد العاصمه. الجمهوريين فازوا ب 25 هم كمان، لكن نتيجه طبيعه المجمع الانتخابي بايدن خد 306 صوت من اصوات المندوبين، دونالد ترامب خد 232 صوت. نتيجه تعديل التعداد لو ظلت النتائج كما هي هاريس هتخسر ثلاث اصوات هتبقى 303 وترامب هيزيد ثلاث اصوات يبقى 235. تمام. سيناريو الثبات ده احنا بس بنحطه قدامنا عشان نحط المؤشر، لكن ده مستحيل يتكرر نتيجه التنافسيه العاليه هذه المره. لو رحنا لكاميلا، كاميلا هاريس، وهي استطاعت ان تعيد الزخم للحزب الديمقراطي، ده حقيقي. هنلاحظ ان احنا واحنا بنتكلم دلوقتي هي مؤكد معاها 19 ولايه باجمالي 226 صوت، كده ناقصها عشان تكسب 44 صوت. اكبر الولايات اللي معاها الخمسه الكبار بيبداوا بكاليفورنيا ونيويورك إلينوي نيوجيرسي فيرجينيا. عشان تكسب هي محتاجه حد ادنى ولايات الجدار الازرق اللي احنا اتكلمنا عليها الثلاثه تتن معاه. صح. اصواتها تحتفظ بيه. وهم اصواتهم بالظبط 44 صوت. حتى لو خسرت ولايات باب الشمس الاربعه هتصبح هي الرئيس ساعتها. مظبوط. وبالتالي هي عندها فرصه معززه. هي عليها دلوقتي انها تركز على الولايات دي. بس خد بالك ان الولايات دي فيها ميتشيغان وفيها بنسلفانيا. وهنا دول هنجيلهم في اصوات العرب والمسلمين وخطوره. تمام. اداره الملف الخاص بغزه. ماشي. تأثير العقاب هيبقى مهم. طب يلا عشان احنا قدامنا ثلاث دقايق. طيب نروح لدونالد ترامب. دونالد ترامب معاه 24 ولايه لكن اجمالي اصواته 219 صوت، ناقص 51 صوت. دي ولاياته الاكبر. عشان يكسب هو محتاج انه يستعيد نورث كارولينا وبنسلفانيا اللي هم كانوا معاه في 2016. وفي نفس الوقت ميتشيغان ما يخسرهاش. صح. وبالتالي التلاتة دول لو قدر يعمل المعادلة دي يكسب. يقدر يكسب بقى المرة. صح. لكن خلينا نقول ان مكسب نراجع تاريخ ترامب مع دولة الكيان، وده عنصر مهم جدا عندنا. حلو. لو رحت لي دونالد ترامب هنلاقي ان دونالد تاريخه اسوأ مع القضية. انا حاسس ان ترامب احتمال يكسب. كل ما اجيب سيرة ترامب الاهلي يجيب جون. النتيجة بقت 4. مين اللي جاب الجون يا شباب؟ حسين الشحات برضو. لا بصراحة اتنين وسام ابو علي واتنين حسين الشحات، رباعية اهلاوية في مرمى سيراميكا كليوباترا، و
الاهلي بيدق ناقوس الخطر في افتتاح الدوري معلنا ان المارد الاحمر وصل. اوعى القطر يا عم الحاج. كمل يا عم الحاج. عايز اقول لك برضه ما هو الاحمر ما هو دونالد ترامب. ما انا عشان كده بقول لك انا حاسس كده انه ترامب هو كمان بيرعش كده من بعيد. احنا عاملين رصد لابرز المواقف السوداء في تاريخ ترامب مع القضيه الفلسطينيه. طبعا. وبالتالي ده نقطه مهمه جدا وده تخوف مهم بدءا من زيارته في 22 مايو لحائط البراق وارتداء الطاقيه الصهيونيه واعترافه بالقدس عاصمه لدوله الكيان ونقل العاصمه ليها، وصولا انه قبل كام يوم من مغادره البيت الابيض بيسحب الاعتراف بمغادره السلام ويعلن عن صفقه القرار. مظبوط. لا موقف ترامب المتحيز كاملا لاسرائيل والمضاد للفلسطينيين مش محتاج شرح، يعني هو واضح، وحتى في تصريحه الاخير من شهر تقريبا لما طلع وقال انه انا مع اسرائيل قلبا وقالبا، واتهم هاريس بانها يعني بالزبط. بتدعم فيما يسمه الخيانه للقانون. هو هنا ده تخوف كبير، لكن خلينا لما نروح لاصوات المسلمين المقامره اللي بيتلعب عليه. لكن انا هنا معايا دي اموال التبرعات. طب دي بسرعه كده. فاموال التبرعات دي عنصر مهم جدا، هنلاحظ ان في تفوق لهاريس على ترامب في القدرة على جمع التبرعات. تمام. وده مؤشر مهم. طبعا. نروح بقى أولا تصويت الرجال والنساء. هنلاحظ ان الرجال اميل الى التصويت للجمهوريين بشكل دائم. والنساء اميل للتصويت للديمقراطيين. عشان كده لما نبص النهاردة على هاريس وترامب بين الرجال هنلاقي ان ترامب بيحظر تأييد 52% في حين ان هاريس بتحظر تأييد 39%. طيب. النساء 35 لترامب مقابل 56 لها. المقارنة واضحة. المقارنة هنا مهم. لو رحت لتصويت الشباب هنلاحظ ان مؤشر الشباب اميل الى هاريس منه الى ترامب. تمام. بشكل كبير. تمام. والشباب او الجيل زد زي ما بيتسمى اللي هو جيل ما بعد منتصف التسعينات من القرن الماضي اميل الى التصويت الى الديمقراطيين بشكل كبير جدا. ممتاز. وده الامل الموجود عندنا. ممتاز. اخر شريحة تصويت المسلمين. ايوه. المسلمين يعني عندهم غضب شديد من اداء الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه. لكنهم لا يريدوا التصويت الى دونالد ترامب. عشان كده الاحصائيه اللي قدامك او الاستفتاء اللي قدامك بيتكلم على ان جيلشتاين اللي هي مرشحه حزب الخضر ودي محاميه يهوديه بتحظى بالتصويت الاعلى بين المسلمين. يا سلام. لانها اعتقلت وهي تتظاهر ضد الحرب على غزة وتطالب بمنع تصدير السلاح إلى إسرائيل. لكن المسلمين والعرب بحاولوا أنهم يصنعوا بها أداة تأديب للحزب الديمقراطي. مفهوم. خطورة ده أن جيلشتاين كانت هي سبب في فوز ترامب في 2016. هتفتت الأصوات. لأنها لما فتتت الأصوات هي بتلعب على ولايتين بشكل رئيسي. بنسلفانيا وميتشيغان. اللي هم الصوت العربي والإسلامي عالي جدا فيهم. لو خسرتهم احنا لما كنا نتكلم من شوية على ولاية جدار الشمس الجدار الازرق. لو خسرتهم هاريس هي خرجت برة السباق. لكن في نفس الوقت جيلشتاين لو قدرت باصوات العرب والمسلمين توصل للخمسة في المية احنا هنلغي ثنائية الحزبين، لان حزب الخضرة هيبقى من حقه التمويل من الدولة الفيدرالية وهيبقى من حقه يقدم مرشحين في الخمسين ولاية واسم مرشحه في الرئاسة يدرك في القاعدة الوطنية بشكل عام. وبالتالي المعادلة هنا هتبقى مهمة جدا، او برغم ان المسلمين 1% من الاصوات فقط لكن 1% مؤثر جدا. عشان كده امبارح عقد دونالد ترامب اجتماع مع قادة الجالية الاسلامية كمحاولة لتأجيج الفتنة والصراع بحيث يخسر هاريس الولايتين دول. احسنت ووفيت، ويتبقى بقى ان احنا نتابع التطورات والسباق الانتخابي. لا اكيد. والاسبوع القادم ان شاء الله لنا لقاء قادم ان شاء الله. شكرا يا استاذ عبد الناصر، شرفت ونورت. شكرا لحضراتكم. خلصت حلقتنا، هنروح لفاصل ومنه الى الختام، وانا اقول لكم سلام وغدا نهار جديد.